حطتنا على الأخيرة لليوم مع سينما وإبداعات الشباب السوري وفيلم المخاض الذي حصد جائزة التنويه بمهرجان وهران للفيلم العربي. للحديث أكثر عن هالفيلم وطبعا الجائزة اللي استلمها صباح الخير مع الكاتبة لوطس مسعود، يسعد صباحك وألف مبروك. يسعد صباحك عن جديد، أهلا وسهلا فيكي. واليوم بدنا نبارك أكيد لكل صناع الفيلم، واليوم أكيد بصيرنا أنه يكون حديثنا معك كسيناريست قد بيعني لك فعلا هذا الإنجاز وهي الجائزة. لوتس، يمكن كمان فيلم المخاض هو تجربة سينمائية مانا جديدة عليكي، لكن تجربة ناجحة وخاصة انه فازت بمهرجان وهران اللي عم نشوف انه هو فعلا عم يسلط الضوء على الافلام السورية لكثير من الشباب والمخرجين الشباب. يعني عم نشوف انه كثير من الافلام السينمائية السورية حصدت كمان هناك افلام. هلا اكيد لك التجارب هي مهمه كثير. انا برايي يعني الواحد مجرد انه عم بيجرب الشيء اللي بيحبه، الشيء اللي بيامن فيه، اللي عنده شغف فيه، هذا كثير مهم بالدرجه الاولى لاي حدا بيامن بهي المهنه وبهذا المجال. هلا موضوع الافلام اللي كانت هنيك بالمهرجان، كان في مجموعه من الشباب عم يشاركوا عم ينافسوا صحيح بشكل كثير جميل، وبشكل يعني انا وصلني من هنيك كثير انه كانت العالم عم تقول في نوع من المنافسة تقريبا أول مرة بيشوفوها، ما كان في نوع من الغيرة يمكن الكيدية، كان في نوع من الغيرة المهنية، نعم وهذا الشيء كتير صحي ومفروض إنه يكون صحيح بالشغل، لأنه هذا بيعطي دافع للي عم بيشتغل إنه يشوف فيلم غيره يلاقي يمكن فيه شيء هو ما قدمه قبل بمرة، مميز ويمكن لما يشتغل يمكن ياخذ بعين الاعتبار الشيء اللي شافه عند هذا الشخص وياخذه هو بعدين بالشغل. تماما. شو حبيتي توصلي من خلال هذا الفيلم؟ شو أكثر شيء ركزتي عليه لوتس؟ حبيت ركز على الجانب النفسي اللي نحن ما كتير عم ننتبه له بالحرب. نحن بالحرب عم ننتبه للجانب المادي أكثر من الجانب النفسي، على الخسائر المادية والبشرية أكثر من الخسائر النفسية. أنا بشوف إنه الخسائر النفسية اللي نحن كسوريين كانت تعرضنا لها أكبر. أكبر بكتير من الخسائر البشرية اللي راحت، لأنه الخسائر البشرية خلص راحت، أمر واقع صارت، أما الخسائر النفسية هي بالزمن ممكن تطلع، صحيح يعني ممكن نحن هلأ ما نحس ما نشعر بوجودها، بس بمكان معين عند أول مطب نفسي، عند أول مشكلة بنواجهها بحياتنا يمكن يطلع هذا المخزون النفسي اللي نحن تعرضنا له بمكان معين اللي هو بالحرب، ويطلع بشكل قاسي جدا يمكن ما نقدر نسيطر عليه إذا ما كنا فعلا أقوياء وقد إنه نسيطر على هذا الشيء اللي ممكن نتعرض له. عم نتابع هلا مشاهد من فيلم المخاض. يعني مثل ما قلتي لوتوس، يمكن الجانب النفسي اللي تناولتيه بالفيلم ويمكن اسمه مخاض بيحمل تفسير لهي الحالة اللي عم يطلع منها الواحد بصعوبة، صح يعني وحاول يتأقلم مع المجتمع اليوم. قد في عندك مسؤولية ودور كبير ككاتبة حتى تحطي قضايا كتير عم بيعاني منها المجتمع والشباب السوري حتى بالواقع. يمكن انت مرأة بطريقة تلاقي مشهد تعملي منه قصة، مظبوط فقديه عليكي مسؤولية حتى فعلا يعني ترجميها عبر فيلم سينما. أنا بشوف إنه هلأ كل حدا فينا من موقعه عنده مسؤولية يعكس شيء من سوريا للعالم اللي برا سوريا، اللي السوريين بيعرفوا شو صار بسوريا وبيعرفوا شو عم يعانوا لأنه هن عم بيختبروه يعني بشكل واقع حقيقي يومي. أما اللي برا سوريا بحاجة يعرف نحن شو مرقنا وهلأ شو عم نمرق وبعدين مستقبلا شو ممكن نتعرض بسبب الشيء اللي مرقنا فيه. فهاد بلاقي مسؤولية كتير كبيرة على عاتقي لأنه أنا قررت انه اتورط بهي المهنه اللي هي الكتابه، فالكتابه برايي هي مكان كثير مهم بيقدر الواحد يعكس منه جوانب الحياه السوريه او جوانب السوري كانسان، هو شو عم يصير معه، شو عم يختبر، شو عم بيحس. هدول الكاتب عنده او بيقع عليه عاتق هذا الموضوع بشكل كثير كبير انه انا بدي اعكس هذا الشيء بمكان معين. هي مسؤوليه اكيد ما بقدر اعملها لحالي، بده يكون اكيد في كادر كامل لحتى يكمل هي الفكره والمسؤوليه اللي انا واقع على عاتقي، وبتمنى انه اكون قدها. يعني انا كل شيء عم حاول اعمله بتجارب بسيطه هلا بعتبرها هو بعتبرهم تفاصيل كثير صغيره بمكان انا حابه اوصل فيه انه بيوم من الايام ينقال قدرنا نشوف السوري عن جد بعيدا عن السياسه والاحداث الامنيه اللي بنعرفها عن سوريا، بدنا نشوف السوري الانسان
شو كان عم يختبر بهي الحرب اللي مرق فيها. طيب اليوم قد ايه بتشوفي انه السينما فعلا قادر تحط هي القضايا الكتير كبيره، القضايا الحساسه فعلا تحطها تحت المجهر، تسلط الضوء عليها بشكل فعلا صحيح وتوصل الصوره مو بس لمجتمع محلي، لا لمجتمع عالمي، لمجتمع اكبر ممكن يشوف بطريقه اصح بعيدا عن كل شيء مزيف حوله انه يوصله. اكيد طبعا، يعني لقلك شو السينما هي لانه تحت الضوء، لانه هي مجال العالم بتقدر تشوفه، ما بعرف اول شيء بالسينمات، بعدين على الشاشات اذا انعرض هذا الفيلم على التلفزيون، بعدين مستقبلا على اليوتيوب. فالسينما بتخلد لحظه معينه، السينما بتدخل بمهمه توثيق وتخليد لحظة معينة، إنه نحن هاي اللحظة اللي هلا عم نمرق فيها ما رح نقدر بالأخبار بنقدر نشوفها، ولكن مين بقى بده يشوف أخبار نفسها هاي اللي هلا نحن عم نعيشها بعد 10 سنين؟ بيقولوا لك نحن مرقنا فيها، شو بدنا نشوف شيء جديد؟ الشيء الجديد اللي بتقدر تطرحه السينما وتقدمه هو الجوانب اللي بيقدر يتناول الفن من الواقع الكبير اللي نحن عم نعيشه. يعني ممكن نحن ما نحكي أبد منطلق القذائف والانفجارات والجبهات اللي كانت بكل مكان بسوريا، صار عنا اشباع منه، صار عنا يعني تخمه منهم اذا بدك، انه بالاخبار حضرانينهم وشايفينهم كلهم، بدنا نشوفهم بمكان ثاني، بدنا نشوف جوانب ثانيه من هي الاحداث اللي نحن مرقنا فيها. فهي مهمه السينما، مهمه، واضافه الى مهمه اهم من هي، انه هي بتركز مثل ما قلت لك من شوي على الانسان، على الفرد. هذا الانسان بهي الفوضى كلها هو شو كان عم بيصير فيه؟ في جوانب كثيره نحن من الانسان السوري لهلا ما بنعرف شو صار فيها، والسينما هي مهمتها انه تورجينا شو صار بالانسان من خلال هاي المرحله اللي عاشها. اكيد بتحمل يمكن رسائل غير مباشره عن تاثيرات اي موضوع ممكن طرحه بالسينما على الانسان، يعني رسائل توعويه غير مباشره لحتى تتجنب شوي من الظلام اللي كان عم يلف حوالينا. خلينا لوتس نحكي كمان، الكاتب لازم يكون عنده مخزون ثقافي كثير كبير طبعا، وعنده قرايه كثير، يعني يقرا روايات، يقرا ادب من كل الجنسيات حتى يقدر يكون عنده هذا المخزون وهي التجارب يقدر يختزل منها حكمه يمكن ويطبقها على واقعه. شو المقوله الفنيه اللي حاولتي تعبري عنها من خلال افلامك وكتاباتك، وخاصه انه انت ما كتبتي بس سينما، مسرح كمان؟ مزبوط. هلا انا كثير متاثره بالكاتب الروسي تشيخوف، اكيد قرات كثير لغيره، بس في دائما كاتب بيأثر فيكي، بتلاقي لأنه علق بالذاكرة، علق بالذاكرة لأنه أعماله أكثر شيء لامستك، لقيتيها قريبة منك، لقيتي إنه بمكان معين لما بتكوني عم تقرأي بتحسي إنه أنت موجودة بهي المسرحية اللي عم تقرأيها. صحيح. اللي خلاني أتأثر كثير بتشيخوف، يعني إنه بدل ما أتأثر مثلا بحدا ثاني، هو يعني الشيء اللي كثير عفوي، الشيء اللي كثير قريب من الإنسان، بيحاول يكون يركز على قضايا وتفاصيل إنسانية يمكن نحن كل يوم عم نشوفها وكل يوم عم نختبرها، يعني الشخصيات بعيوبها إيجابياتها وسلبياتها موجودة عند تماما وبطريقة كثير يعني بسيطة. يعني هلا تشيخوف هو السهل الممتنع، اللي هو بيقدم لك قصة يمكن قضية إنسانية أو اجتماعية كثير كبيرة ولكن بأبسط شكل ممكن. أنا برأيي هي العبقرية، العبقرية أبداً مو إنه نحن نجي على قضية كتير كبيرة وكمان نطرحها بشكل معقد ونقوم نضيع المشاهد لا يفهم شو بدنا نحن ولا يوصله الشيء اللي نحن بدنا نفهمه إياه. فتشيخوف هون عبقريته، وأنا هذا بحاول إني طبعاً هذا موجود. إذا بدي أقول لك عربياً مين أنا متأثرة فيه، زياد الرحباني بيطرح قضايا كان من إفة يمكن من نكتة بيقولها، بيطرح قضية كتير كبيرة وقت الحرب الأهلية بلبنان. صح. هذا كتير مهم، أنا بحاول إنه هذا الجانب اللي احنا نركز عليه، انه ما كثير نحاول نتزاكى على العالم نقدم لهم فكره معقده ما حدا يفهمها. طيب انا شو استفدت؟ انا اذا عم اقدم قضيه وما رح تنفهم، شو الشيء اللي انا قدمته للجمهور؟ فهذا اكيد البساطه وبنفس الوقت الاعتماد على الشيء العفوي اليومي ولكن لطرح قضيه كثير كبيره. انا هذا اكثر شيء تاثرت فيه بتشيخوف. فعلا اليوم شيء كثير مميز انه العمل ان كان مسرحي تلفزيوني كتابي ايا شيء كان فعلا يوصل لجميع طبقات طبعاً. المجتمع طبعاً. بطريقه فعلا غير مباشره وبعيده عن الابتذال. اليوم لوتسي مو بس تجربه، هي ما انا تجربتك الاولى، اكيد عم نحكي كمان عن عمل مسرحي. اليوم شو عم بتحضري بعد هذا النجاح ونجاح الفيلم؟ ان شاء الله في فيلم روائي طويل عم حضر له هلا انا واخي، اسمه دعوة على العشاء. هذا الفيلم إن شاء الله يا رب حيكون من إنتاج المؤسسة العامة للسينما. عم نحاول نطرح هيك، ما بدي أحرق الفيلم أحكي عنه، بس إنه عم نحاول نشتغل على نفس الآلية اللي اشتغلنا فيها المخاض، اللي هي مستقبلا عم نحاول قد ما فينا خصوصي بالسينما. يمكن بالمسرح رح تحكي عن
داخل الأزمة، داخل الحرب، يعني شو اللي وصلنا لهون، كل الأسباب اللي جابتنا لهون. بينما بالسنة ما عم حاول أحكي مستقبلا، ما عم حاول أحكي هلأ نحن شو عم نعاني، عم نطرح موضوع بده أو يمكن ما بعرف حادثة ممكن تحصل مستقبلا، لينكشف من خلالها أنه السوريين، الشيء اللي قلت لك يعني شوي الجانب النفسي، السوريين قدي صار عندهم شرخ نفسي داخلي أكبر بكتير من الشرخ الواضح اللي هو اجتماعي إذا بدنا نقول. هو شرخ اجتماعي بنفس ذات الوقت، بس أنه مانو إذا بدك يعتمد على الخسائر البشرية اللي قلتها أنا من شوي، هو بيعتمد على الخسائر النفسية اللي كل واحد فينا خسره بيكتشفها مو هلا بعدين. أكيد لوتس، يعني إن شاء الله هيك موفقة بكل المشاريع الجديدة وتعملي بصمة كفنانة كاتبة، خلينا نقول ومخرجة، خلينا نقول إن شاء الله بالمستقبل، لأنه بعرف طموحك كتير كبير، تعملي بصمة بالفن، وخاصة أنك من عائلة فنية، بنوجه لهم كلهم تحية، لكل أفراد العائلة أنه شجعوك حتى تعملي هي الخطوة، فشكرا لإلك وإن شاء الله موفقة ومستضيفك بأماكن كتير مهمة تكوني عاملتيها وحاصلة جوائز كبيرة. بتشرف، شكرا لكم. اكيد لو تسنن كمان بدنا نكرر شكرنا على حضرتك، بدنا نتمنى لك كل التوفيق، فعلا يمكن قدرتي ترجمي مشاعر كثير من الشباب، مشاعر صغيره كثار ما ملتفتين لها. شكرا لك، كل التوفيق. شكرا لكم، ميرسي، يعطيك العافيه زينب.